ينضم إلينا الآن عبر الأثير الدكتور شادي ضازة، مؤسس منظمة رحمة الإغاثية. صباح الخير دكتور، ومرحبا بعودتك بعد رحلة طويلة إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. صباح النور ليلى، صباح النور لجميع الإخوة المستمعين. الحمد لله رجعنا إلى أمريكا بعد رحلة كانت طويلة في الأردن وفي اليمن، وكان هناك يعني عمل لتأسيس مشاريع كبيرة في هذه البلاد. فالحمد لله والشكر كانت رحلة ناجحة، وكان في توفيق الحمد لله من أجل إعانة أهلنا الموجودين في مناطق اللجوء وفي اليمن الحبيب. دكتور، قبل أن ندخل معك في هذه المشاريع والرحلة التي كللت بالنجاح والحمد لله، كنت أتحدث دكتور، ودائما أحب أن أستفيد من خبرتك معنا في إلقاء الضوء على بعض المواضيع الهامة التي تهم أبنائنا. كنت ألقي الضوء على تقرير مهم جدا لجامعة ييل، أنهم قرروا تدريس مادة السعادة لأبنائنا في هذه الجامعة، ولاقت رواجا كبيرا في الجامعة، 1200 طالب. أشار التقرير دكتور في ظاهرة ملفتة للنظر أن الطلاب يعانون من الإحباط، يعانون من ربما الضغوط النفسية الشديدة. دكتور شادي، كيف تنظر إلى هذا التقرير والذي وقفت عنده كثيرا بالنسبة إلى أبنائنا؟ والله هو هذا تحدي العصر الآن. أبناؤنا الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا للمستقبل، بسبب الظروف التي نمر بها، الذي يتأثر بالدرجة الأولى من أي مشكل يحصل بين الحالي أو يحصل على مستوى الأسرة، أو إذا كان هناك شيء متعلق بالمجتمع ككل. فالمتأثر الأول الذي يتلقى الرد السلبي هم أبناؤنا للأسف. الحقيقة هذا التقرير مفرط جدا للنظر، وكجامعة بمستوى ييل نقوم بإقرار تدريس مادة اسمها السعادة، يعني هذا الشيء يعني يدعو أن نتوقف عنده ونرى يعني ما هي الأسباب التي أدت أن هؤلاء هذه الطبقة العمرية تتأثر بأشياء المفروض أنها تتجاوزها. يعني الشاب في ريعان الشباب مفعم بالحيوية، مفعم بالنشاط، هذا العمر يعني يكون الإنسان فيه وهو في مقتبل حياته عنده خصائص إيجابية كلها. أن نرى هذه الدراسة حقيقة شيء مصري، ولابد أن ينتبه الأهالي والمجتمع ككل إلى أن هذا الموضوع شيء قد يؤثر على مستقبل البشرية بأكملها. أنا أقول يوم إهمال الشباب، إهمال الأبناء قد ندفع ثمنه لاحقا. أحيانا الفرقة التي تحصل في الجاليات تؤثر بشكل كبير على أبنائنا. الأبناء يعني يكونون يشعون على فرقة أبناء الجالية وكبارها، فيكونون هم من يقصون ثمرة هذه الفرقة بالدرجة الأولى. فأن نراعي أنفسنا وأن نراعي أبنائنا وأن نراعي مستقبلهم، وأن لا نكون سببا في حزنهم وإحباطهم، هذا شيء مهم جدا ولا بد أن يضع في الأولويات. أشكرك دكتور شادي، يعني فعلا تقرير ملفت وظاهرة يجب أن نتوقف عندها وأن تصل الأمور إلى أن ندرس السعادة في جامعاتنا. هناك خلل ما مجتمعي في هذه الفئة العمرية، ربما هذا يفسر لنا دكتور شادي بعض حوادث العنف التي نشهدها من فترة لأخرى. ربما أحد الأسباب التي يفسر الإحباط الذي يعيشه طلابنا في الجامعات. أيضا من الملفت للنظر
في التقرير جامعة ييل دكتور إدراجهم من الواجبات المنزلية للفصل الدراسي للسعادة، تعليم أبنائنا القيام بأعمال خيرية وزيادة التواصل الاجتماعي، هذا أحد الأسباب التي تعزز السعادة، كيف ترد دكتور شادي؟ هو تركيز الفرد على بناء نفسه ونجاحه فقط تؤدي فيه إلى أن يكون فرديا وينسى المعنى الحقيقي للإنسانية الذي يتضمن التكافل والتكاتف الاجتماعي، وهذا أيضا من الأسباب التي يعني تؤدي بالإنسان أحيانا كثيرة إلى الانتحار وإلى إنهاء حياته لأنه لا يرى نفسه فاعلا. وكثير من هؤلاء الذين يعني يعانون من هذه المشكلة لا يعرفون ما هو الحل. والحقيقة أن الإنسان يعني وجد بفطرته حب للخير وحب للعمل الصالح وحب لمساعدة الناس. ليلى إنسان من دون حركة إيجابية نحو الخلق، هذا إنسان عنده مرض، عنده مشكلة. إذا ما كان الإنسان عنده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر بحد أدنى شيء يقدمه للبشرية، فما فائدة هذه الحياة؟ نحن نرى اليوم أن المجتمع يركز على نجاح الفرد. نجاح الفرد لابد أن يصب في محور نجاح المجتمع، يعني هناك نوع حد أدنى من أن يقوم الإنسان بأعمال خيرية، خصوصا في هذه الأوقات التي يعني نرى فيها الكوارث والحروب والمجاعات. أنا إذا سألتني عن ما رأيته في اليمن أقول لك يعني لا عذر لإنسان يعيش في أمريكا أن لا يعمل لنجدة هؤلاء، لأنهم يتعرضون إلى مجاعة، يتعرضون إلى فقر شديد، جوع يعني في هذا الزمان. فلابد لكل منا أن يكون له دور من أجل حياته، يعني هو هذا يساهم في سعادته، هذا يساهم في أن يرى نفسه إيجابيا نحو المجتمع، يكون له بصمة خير. والله أنا أقول لك ما لا عذر لنا، وخصوصا الجارية في أمريكا يعني التي تملك مخدرات، والتي لا تملك مخدرات تملك خبرات، والتي لا تملك خبرات تملك الدعاء، لكن كل منا يستطيع أن يفعل شيء. أتفق معك جدا دكتور شادي، يعني نمتلك القدرات المادية، نمتلك الخبرات، نمتلك أيضا حس إنساني عالي، ونعيش في بلد حر نتمتع فيه بالحرية والقدرة ربما على المساعدة أكثر من غيرنا بكثير هنا في أمريكا ولو بالقدر اليسير. دكتور شادي أعود معك إلى هذه الرحلة التي طالت ربما شهر في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، سمعنا بعض البلدان التي زرتها منها اليمن لكن لم نسمع البلاد الأخرى، من فضلك هل تعطينا فكرة ما هي البلدان الأخرى التي زرتها؟ والله أنا نزلت يعني طبعا نحن عندنا مكتب إقليمي في السعودية، وهذا المكتب هو الذي يعني يدير العمليات الدراسية بالنسبة للدراسات، هذا غير المكتب الموجود في تركيا الذي هو مكتب تنفيذي. لكن تم افتتاح مكتب جديد لمنظمة رحمة الإغاثية في الأردن في عمان. بفضل الله هذا المكتب الآن يعني سيقوم بشراكات مع منظمات الأمم المتحدة لتقديم المزيد من العون لأهلنا اللاجئين في الأردن، وأيضا لتعزيز عمليات الجنوب السوري. نحن نعلم اليوم أن في الجنوب عندنا أعداد كبيرة في مخيمات على الحدود السورية الأردنية، هذه المخيمات للأساس غير مخدمة إطلاقا أو مخدمة بالحد الأدنى. فهذا المكتب إن شاء الله بالشراكات مع منظمات أمريكية ومنظمات دولية سيكون فاعلا في تقديم خدمات الإيواء و الأشياء الأساسية وبعض المشاريع التنموية على المنطقة في الجنوب السوري. بالنسبة لزيارتي الثانية كانت إلى اليمن. في اليمن أنا زرت المناطق الجنوبية التي نزح إليها أهل الشمال من صنعاء ومن الحديدة
أيضا التقيت بوفد من يعمل في غزة في منطقة مأرب. أخت ليلى أختصر لك هذه الزيارة بأن أقول ويعني تتابع عن الموضوع الذي ذكرت فيه في التقرير. الطفولة في اليمن تعيسة جدا، الطفولة تباد، الطفولة يعني ليس لها حظ من السعادة أبدا، يعني الكبار يعانون. والله في مناطق دخلت إليها يا أخليلة لا تصدقي أن هناك بشر يستطيع أن يتلائم وأن يعيش في هذه، ليست مناطق للعيش غير صالحة أساسا للعيش البشري، مليئة بالقاذورات والأوساخ وغير مستصلحة، ما عندهم خدمات صحية أبدا. زرت مستشفى سيئون، مستشفى واحد ليلى حكومي، هذا المستشفى الكبير في 4 أسرة للعناية المشددة، ينتظرون الناس المريض الموجود في العناية المشددة أن يموت كي يدخلوا غيره، يعني 1,000,000 إنسان يخدم على مستشفى واحدة. قبل أن أدخل إلى المستشفى وجدت أناس يعني بعدد كبير يفترشون الطرقات والممرات، قلت ما هذا؟ قال هؤلاء ينتظرون دورهم في العلاج، ينتظرون لأسابيع. طيب أين الأطباء الموجودين في أمريكا؟ أين الناس هؤلاء الذين يعني يستطيعون تقديم المعدات؟ أي ما أعرف، يعني نحن نعيش في بلد متطور جدا، هناك معدات طبية ترمى بعد سنة، هناك نستطيع فعل كثير بهؤلاء الناس، وخصوصا المشافي الصليلة إذا ما في عندنا مستشفيات عندنا مشكلة كبيرة، الأمراض تنتشر، عندهم نسبة السرطانات عالية، نسبة غسيل الكلى عالية. فالحقيقة يعني شيء مؤسف أن نرى هذه الكارثة الإنسانية، ونحن في الجانب الآخر من العالم يعني نعيش في رفاه ونعيش يعني رغد العيش ولا نشعر بأهلنا وأخواننا. أنا أناشد من خلال هذا المنبر أن نفعل شيء لأهل اليمن. دكتور شادي، أنا أعرف أن العديد من الأطباء يستمعون إلى برنامجي وأننا يمكن أن نفعل الكثير كما أشرت. يعني هذه الحالة التي شاهدتها أنت بنفسك، يعني زرت اليمن، شفت الواقع المزري لما يحدث، أيضا هناك كوارث إنسانية في الداخل السوري وفي اللاجئين، يعني تصلني كل يوم حالات محتاجة منا أن نساهم بالقدر اليسير من جهودنا. هذا والله يا دكتور شادي عندما أستطيع أن أساعد أي شخص، يعني أشعر بسعادة غامرة، يعني أشعر بصفاء نفسي من داخلي أنني استطعت أن أساعد شخص. يعني أنا لا أعرف كيف يمكن أن ندير ظهورنا على مثل هذا وضع كارثي. لن نحل الأزمة، هناك نقطة غائبة عن أذهان مستمعينا ربما وكل من يتابع هذا الوضع الكارثي في بلدان عدة، لن نحل الأزمة دكتور شادي ولكن نستطيع أن نساهم، صحيح؟ طبعا طبعا طبعا. هلا موضوع حل الأزمة وموضوع انتهاء مثلا الناس ضاجت من موضوع طول الأزمة في سوريا والحرب والنزوح وكذا. طيب أنا إذا لم أستطع أن أضيء شمعة، يعني بدلا من أن ألعن الظلام أضيء شمعة، أفعل شيء، أقدم شيء الذي أقدر عليه. يعني أنا لن أستطيع أن أغير قرارات دولية، لكن أقلها هؤلاء الناس الذين خرجوا من الغوطة في هذه الصورة، لابد أنه لما يصلوا إلى مكان النزوح في الشمال أو هذا يجدوا أهليهم قد حضروا لهم مكان للإقامة. هذا الذي نفعله الآن، ما أعرف إذا كنت تتابعين الصفحة. كنت أتابع دائما دكتور شادي. نعم. أتابع كل نشاطاتكم، الله يعطيكم العافية. يعني هناك مشاريع عدة، لكن نحتاج دكتور شادي إلى ساعة من الزمن فعلا لأن نسأل الناس كيف نساعد. ربما هذا سؤال يخطر ببال الكثيرين وقد أتاني. أخت ليلى دائما بتقولي بدنا نساعد، كيف يمكن لنا أن نساعد؟ ما هو المطلوب؟ كيف نعم، ما هي الآلية؟ خطوات عملية. من أراد أن يساعد أهلنا في اليمن فعندنا كونتينر
الآن نعده، فيه أدوات طبية سيخرج من نيوجيرسي، وعندنا أيضا كونتينر نعده من ميتشيغان بالمشاركة مع الأخوة في مسجد الآي سي دي، عندهم فلاير لهذه الحملة، إذا أراد الناس التبرع أو تقديم شيء عيني ممكن أن يشاركوا فيه، سيكون قريبا الفلاير أيضا إن شاء الله عندك للمشاركة على صفحة راديو العرب في أمريكا. دكتور شادي، شو الأشياء العينية المطلوبة؟ والله نحن نحاول أن نحضر حقيبة العيد للطفل، حقيبة هذه الحقيبة موجود فيها مثل هدايا لهذا الطفل، كسوة، قميص، حذاء، يعني كل إنسان يأتي بحقيبة جاهزة فيها هدية العيد. يعني نحن نحاول أن نرسل هذه الأشياء لتصل إن شاء الله إلى هناك قبل العيد، فهذا من المشاريع. ممكن أن يتبرع الإنسان بمبلغ مادي ويقول أنتم اشتروا الشيء الذي تروه مناسبا أو اشتروا للناس من هناك، كمان أيضا هذا شيء نستطيع فعله. بالنسبة لمن يريد أن يعاون أهلنا في سوريا، الحملة موجودة، كلفة تأمين العائلة $100، عائلة مثلا نؤمن لها بعد مكان الإيواء، مستلزمات الأساسية للبيت، فرش، حصر، حرامات، طعام، يعني هذه الأشياء ممكن جدا أن تساعد في تأمين سبل العيش لهؤلاء الناس الذين تضرروا من الأحداث الأخيرة. دكتور شادي، أعود معك بالتفصيل إن شاء الله في ساعة من الزمن لطرح كل هذه المواضيع بسرعة على مستمعينا، وطبعا نتمنى أن نفرح أطفالنا في سواء في اليمن سواء في سوريا ولو بالقدر اليسير، وإن شاء الله ذلك سيدخل السعادة أيضا على قلوب المتبرعين وتكون في ميزان حسنات الجميع. أشكرك دكتور شادي زازا المؤسس منظمة رحمة الإغاثية، ونعود معك إن شاء الله لفتح هذا الموضوع مجددا وبالتفصيل لنطلع مستمعينا كيف يمكن أن يساهموا في إرخاء بعض من السعادة على المحتاج ومن خرج مجبرا من بيته ومن أرضه وترك كل شيء وراءه. إلى اللقاء دكتور، شكرا لك.